تاريخ بدأ منذ نحو 95 عاما عند مبايعة القادة الفلسطينيين والعرب الشريف الحسين بن علي بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يوم 11 من آذار عام 1924. الأرض أرضنا والقدس قدسنا. يا هاشم كيف تراجع أو تخلص من القدس؟ مستحيل. نحن كدولة هاشمية واجبنا نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية. لا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين. إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها. الأردن هو الأقرب لفلسطين، فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته والتحرك فورا. الأرض أرضنا والقدس قدسنا. إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية يتشرف الأردن ويستمر الأردن.